بوابة الأهرام قالت إن حارس خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكورة في الجزائر على عقد جلسات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق عشان يقدر يطمن على كل الترتيبات الخاصة بالبعثة وإزالة أي معوقات ممكن تواجه النادي الأهلي هناك عشان يوفروا الأجواء المناسبة للجهاز الفني وللعيبة كمان استعدادا طبعا للمباراة. وكانت كمان بعثة النادي الأهلي وصلت لمحافظة بشار في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء النهاردة بعد رحلة الطيران استغرقت حوالي ساعتين من الجزائر العاصمة.